تعددت الزوايا والاتجاهات، لكن المشهد المرعب واحد. انفجاران كانا كفيلين بتدمير مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به بكاملها. تقول التقارير الرسمية الأولية أن الانفجار وقع في مستودع للمفرقعات النارية، ثم انتقل إلى مستودع يحتوي أطنانا من مادة نيترات الأمونيا، مما أدى إلى انفجار مرعب هز لبنان ووصلت ارتداداته إلى قبرص والدول المجاورة. النيران كانت في كل مكان، الانفجار عصف المباني، أعداد الشهداء والجرحى كبيرة جدا، بعضهم ما زال تحت الأنقاض، لكن القوى تضافرت لمواجهة الكارثة. وبالأزمات ما بنعد نسأل من الإمرة لمين على الأرض، بنصير كلنا نحن بإمرة بعضنا، لأنه هلا إذا بتفوتي لجوا بتشوفي تنوع بالبدلات، هذا بيدل على تنوع الأفواج، وهذا الموضوع نحن مسلمين فيه بالحالات السلم وحالات الحرب يعني. لم تنجح كل المساعي في إطفاء الحرائق التي استمرت مشتعلة حتى ساعات متأخرة من الليل. كان المشهد مرعبا، والرعب أقل ما يمكن أن نصف به المشهد. كارثة بكل ما للكلمة من معنى حلت هنا، الدمار في كل مكان، المنطقة كأن زلزالا ضربها. سوف يمر وقت طويل قبل أن تعود الحياة إلى هنا، لكن بيروت التي واجهت الكثير من الحروب لا تعرف إلا أن تقف مجددا، لأن الحياة تليق بها. فاطمة قاسم، بيروت، الميادين.